السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مرتضى منصور بيقلد الخطيب في كل شيء، خطوة بخطوة. أي حاجة الخطيب بيعملها مرتضى منصور لازم يشوف الخطيب بيعمل إيه ويعمل زيه. النادي الأهلي دايما سباق رائد، مرتضى منصور بيجي بعد النادي الأهلي، بيقلد النادي الأهلي وبياخد أفكار من النادي الأهلي. كنت اتكلمت مع حضراتكم من يومين عن دعوة النادي الأهلي للإعلاميين، كان مباريات دوري بطولة كأس الأمم الأفريقية متوقفة يوم الأربع والخميس، وبدأت النهاردة الجمعة بخروج المغرب الشقيق بضربات الجزاء أمام بنين وفوز السنغال على أوغندا، يعني بنين والسنغال تأهلوا دور ثمن النهائي أو دور الثمانية. كنا قلت لحضراتكم إن النادي الأهلي استغل توقف كأس الأمم الأفريقية وأرسل دعوات للصحفيين الأفارقة والعرب ومراسلين الصحف العالمية علشان يجوا هنا النادي الأهلي ويشوفوا النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وعراقة النادي الأهلي ودولاب بطولات النادي الأهلي والألقاب اللي النادي الأهلي حققها. كلمت مع حضراتكم وقلت إن ده شيء عبقري، يعني شيء ببلاش مجاني، دعاية مجانية لنادي عريق زي النادي الأهلي. صحفيين هتطلع تتكلم عن الأهلي وتتكلم عن إنجازات الأهلي وتاريخ الأهلي وبطولات الأهلي وهيكتبوا عن الزيارة دي للنادي العريق ده. شافوا تمثال صالح سليم وشافوا بتاع الشهداء بتاع بورسعيد وشافوا دولاب بطولات النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم. كان موقف رائع، واللي فكر فيه شيء مذهل، شيء يعني شيء جيد. اللي فكر فيه الفكره دي شيء جيد للتسويق لاعلان. المهم مرتضى منصور خد نفس الفكره، الكلام اللي انا قلته لحضراتكم كان يوم الاربعاء، النهارده الجمعه، مرتضى منصور عمل نفس الموضوع. استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مساء الجمعة بمقر النادي وفد من الإعلاميين العرب والأفارقة المتواجدين مع منتخبات بلادهم بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر وتستمر إلى 19 يوليو الشهر الجاي. ورحب رئيس نادي الزمالك بوفود أو بوفد الإعلاميين بتواجدهم في مصر ونادي الزمالك وحرصهم على زيارة النادي الأبيض وتفقدهم المنشآت المتواجدة بداخلهم، متمنيا لهم الاستمتاع بأجواء مصر طوال فترة البطولة، فترة تواجدهم لتغطية فعاليات الكان. ومن جانبهم حرص وفد الإعلاميين الأفارقة والعرب على توجيه شكر المرتضى منصور على حسن الاستقبال والضيافة، وعبروا عن سعادتهم بزيارة الزمالك باعتباره أكبر الأندية في منطقة من أكبر الأندية في منطقة الشرق الأوسط. يعني زي ما احنا عارفين الأهلي عمل دعا الإعلاميين، يبقى مرتضى منصور يدعو الإعلاميين مثل ما فعل النادي الأهلي. برضه في خبر خاص بالونش مدافع نادي الزمالك وإصابته النهارده في تدريباته مع منتخب مصر. عارفين الونش وحمد الونش واحد أحد الذين كانوا بعكسه أو بعت قلبه وأعجبني لعارضة الأزياء زي وردة ما عمل البوكسينج. المهم الونش اتصاب، حصلت له إصابة في الكاحل ورجليه تورمت وخرج من معسكر المنتخب، وكانوا بيقولوا هيعرضوا عملوا أشعة والكلام ده كله، ففجأة رجليه تورمت. قالوا يعني تقريبا عرفوا السبب، يعني قال لك كشف أن هناك وسطاء. لا ده موضوع كهرباء هنبقى نتكلم فيه بعد كده. موضوع الونش قال لك الجهاز الفني منتخب مصر أكد أن هناك اتجاه عن التراجع عن عمل أشعة للاعب محمود حمد الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر، وذلك عقب اتضاح تفاصيل إصابة اللاعب والتي هي عبارة عن التواء في الكاحل سببت تورم، وتابع أنه سيتم الانتظار صباح الغد السبت لتحديد موقف اللاعب من الإصابة في ضوء أن حجم الإصابة المبدئي طفيف، وأضاف أنه سيتحدد جاهزيته للمباريات صباح غد السبت. كان الونش قد تعرض إلى إصابة خلال المران المنتخب الليلة تسببت في إيقاف المران قبل مغادرة الونش له، ولم يشارك الونش في أي مباراة من مباريات المنتخب حتى الآن في أمم أفريقيا، وسيخوض منتخب مصر مباراة قوية غدا أمام جنوب أفريقيا. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. وزي ما أنتم عارفين مرتضى منصور يعني طلع واتكلم عن عواد ورمضان صبحي،
يمكن عمل الفيديو ده قبل ما تحصل إصابة لحمد الونش. لو كان حصل عنده علم بإصابة حمد الونش قبل ما يعمل الفيديو كان طلع وبهدل هاني رمزي وبهدل الأجير وبهدل المسؤولين في منتخب مصر، زي ما بهدل أحمد ناجي وهاني رمزي بسبب إصابة جنش قبل كده، وقالوا أنتوا عايزين تدمروا لعيبة الزمالك، أنتوا عايزين تبوظوا الزمالك، أنتوا حمد الونش آخر من يعني في عملاء ضد حمد الونش عايزين يدمروا حمد الونش. مرتضى منصور هنسمع منه كلام، حطوا دايرة حوالين الجملة اللي أنا بقولها دي، أو احتفظوا بيها زي ما بيقولوا، مش عارف مين اللي كان بيقول لي احتفظوا بالجزء ده. مرتضى منصور هيتكلم عن منتخب مصر، لو لا قدر الله منتخب مصر خرج من بطولة أمم أفريقيا، هتسمعوا مرتضى منصور. مرتضى منصور هيهاجم هاني أبو ريدة اتحاد الكورة، وهيتكلم عن وردة اللي كان بيدافع عنه ويقول البت اللي شبه سيد عبد الحفيظ بيهاجم سيد عبد الحفيظ، جاي تقول ودسيسة وخيانة ومؤامرة ومنتخب مصر الكلام ده كله. هيتكلم هيهاجم وردة وهينفخ وردة والمسؤولين في اتحاد الكرة واللي رجعوا وردة لاتحاد الكرة، هيهاجم محمد صلاح، هيهاجم أحمد ناجي، هيهاجم هاني، هيهاجم كل لو أي واحد معدي بس من قدام معسكر منتخب مصر مرتضى منصور هيهاجمه. بس بعد لا قدر الله مصر ما تخرج من بطولة أمم إفريقيا، هو عمال يكوم يخزن ومستني فرصة يطلع بقى بيها. يعني لا قدر الله منتخب مصر يحصل أي أزمة أو أي كبو بتاع، يروح داخل مرتضى منصور مكمل في المواضيع والحكايات. أما بالنسبة لكهربا بقى زي ما قلت لحضراتكم، فكهربا نادي الزمالك برضو اللعيب سابهم وجري وراهم وهم بيجري وراه اللعيب، قال لمرتضى منصور يعني وواجه كلامه انه الناس دي ما عندهاش وعد وعدوني وخلف وعدهم والكلام ده، اخر رد ليه على انستجرام لما نشر الصوره وكان وعدوني ومحدش يلومني، محدش حاسس بيا، محدش عايش اللي انا عشته، محدش شاف اللي انا شفته، انا ضحيت وعملت وسويت. المهم كلام على ان نادي الزمالك بيجري ورا كهربا، وفي ناس دخلت ما بين مرتضى منصور ومجلس اداره نادي الزمالك، المفروض هو مرتضى منصور خلاص وكهربا واللاعب علشان يثنوها عن قراره. عارفين كهربا ان يتقدم بشكوى للفيفا لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، نادي الزمالك عاوز يرضيه باي شكل، تعالى يا كهربا، اقعد يا كهربا، حبيبي يا كهربا، انت عايز ايه يا كهربا، رقبتنا ليك وعيوننا ليك يا كهربا، عايز نزود العقد، هنزود لك العقد بس تعالى اقعد معانا. اللاعب دايس عليهم ولا عايز يقعد مع حد ولا الكلام ده كله. يا كهربا عايز تحترف ماشي، هات عرض كويس يا كهربا ونمشي يا كهربا، ما عندناش مشكله، عايز تسيب نبيع تعلمنا يا كهربا. القصة كلها مرعوبين من ان كهربا يجي النادي الاهلي. خالد منصور قال النهاردة انا خدت قلب الاهلي اللي على عبد الله السعيد وخده، ما يعني حلال عليه لما يحصل مع الموقف بقى ياخد منه كهربا، هيعمل ايه؟ ما كهربا يتاخد منك يا مرتضى منصور هتعمل ايه؟ مش عارف مرتضى منصور هيكون رد فعله ايه. ده بالنسبه لنادي الزمالك وموضوع كهربا وحمدي الونش. اما بالنسبه بقى في كلام كتير كان داير الفتره الاخيره على ان النادي الاهلي، واللي روجه خالد غندور وضيف كان معاه على برنامج زمالك اليوم يعني، بس مش ولد شباب يعني او شاب كده، اتكلم على ان في مفاوضات بين النادي الاهلي ودي سابر المدرب الفرنسي المدرب اوغندا اللي كان بيدرب نادي الاسماعيلي سيبستيان دي سابر، وقالوا ان في مفاوضات قويه بين النادي الاهلي. النهارده راجل كذب كل الكلام ده، صبر في المؤتمر الصحفي قال لك انا ما عنديش اي علم عن اي مفاوضات مع الانديه المصريه، قال لك اكد الفرنسي سبيستيان دي سابر المدير الفني منتخب اوغندا انه لا يعلم شيئا عن مفاوضات الانديه المصريه لتولي القياده الفنيه لاحدهما خلال الفتره المقبله في بطوله الدوري الممتاز، مضيفا انه سيحصل على قسط من الراحه بعد انتهاء مشوار المنتخب الاوغندي في بطوله كاس الامم الافريقيه بعدما سبق له تدريب فريق الاسماعيلي الموسم الماضي. واوضح ديسابر خلال تصريحات تلفزيونيه لقناه تايم سبورت ان لاعبي منتخب اوغندا تفقدهم الخبره وكذا وكذا. ده بخصوص اللي يهمنا بخصوص النادي الاهلي ويقول لك كلامه وبتاعه. النهارده النادي الاهلي مع لاسارتي، ولاسارتي مكمل مع النادي الاهلي لحد شهر 6/2020 يعني لسه سنه كامله في عقد لاسارتي. مش عايزين نتكلم بقى ونفتح الباب كل شويه لاسارتي ماشي لاسارتي قاعد، ما في كل ده اي كلام واي بتاع بتنجان زي ما بيقولوا الناس بتملى صفحات وخلاص على المواقع الرياضيه. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ونتمنى الخطيب يفضل دائما مصدر
طاقة إيجابية لينا كأهلاوية، ومصدر تعب نفسي لكل من يكره الخطيب. السلام عليكم ورحمة الله.